من النهارده كده ولحد نص شهر 5 عندنا مجموعه من الاعياد المتتاليه اللي مصر بتحتفل بيها بكل الطرق وبكل الاشكال وبكل الطقوس المتاخمه والملازمه ليها. كمان في الاعياد طبعا الاعياد والاحتفالات بعيد القيامه وعيد الفطر المبارك وبينهما عيد تحرير سيناء، لكن دايما الاعياد الوطنيه أو هكذا تربينا وكبرنا ولقينا الموضوع، يعني الأعياد الوطنية كانت تعدي علينا بغنوتين حلوين كده في التلفزيون ونسمع شكر وتقدير ويوم أجازة، وأي حد فينا ما يبقاش بيبالغ لو قال إن هي في ذكرياتنا كده محفورة ده العيد الوطني، يعني هنعمل إيه يعني. لكن الحقيقة العرف تغير وبقت مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية يتزامن بعض الأمور اللي مهم نسلط عليها الضوء. السنة دي واحنا بنتكلم عن تحرير سيناء بالمناسبة، مش السنة دي تحديدا عشان نبقى أكثر دقة، من 2016 واحنا بنتكلم عن تحرير سيناء، احنا بنتكلم مش عن تحريرها ثم تركها بلا اهتمام وتركها بلا رعاية وتركها بلا موارد وبلا إمدادات وترك شعبها بيعاني من قصص ومخاطر كانت نتيجتها كل اللي عشناه على مدار السنين اللي فاتت. مش ده التحرير، طبعا تحرير الأرض دي كانت الفكرة الأغلى، لكن كمان كان ناقصنا حاجة كبيرة جدا، احنا كنا عايشين على الذكرى، على ذكرى تحرير سيناء، لكن الحقيقة انه تحرير الأرض، تحرير الوطن، زي ما احنا من دقائق كنا بنتكلم، احنا في معركة تحرير أفكار، فتحرير حتة من أرض مصر أو استعادة جزء من أرض مصر مش بس ان انا استعدتها لسيادة عسكرية وده العظمة وده الأهم وده القيمة الأغلى، لكن كمان لسيادة حقيقية للشعب، إنه الناس تعيش وتعيش بالمعنى الحقيقي للإعاشة. وعشان كده تغيرت بقى شكل الاحتفالات، فمن 2014 سيناء بقى التعامل معاها مختلف تماما. سيناء يبقى نتكلم عن مشروعات حقيقية بتحصل في سيناء، سينا يبقى نتكلم عن تعمير حقيقي. يعني يمكن انتوا تلاقونا احيانا لما نتكلم جوه القاهره كده نقول لك كفايه مدن بقى، يعني القاهره كبرت جدا لدرجه انه احنا مش عايزين القاهره تتوسع اكتر من كده، لكن لما نتكلم عن سينا تبقى عندك اولويه هي التعمير، السكن، الناس تسكن وتعيش، ويبقى عندك اولويه تشوف مشروعات. اللي احنا شايفينه على الشاشه ده سينا، مش العاصمه الاداريه بالمناسبه، مش أي مكان تاني، اللي احنا شايفينه مش جامعات في قلب القاهرة، لا، اللي احنا شايفينه على الشاشة ده في قلب سينا. سينا اللي هي برضه في ذهننا وفي ذاكرتنا وفي خيالنا وفي زياراتنا القصيرة السريعة ليها إنها صحراء، لا، مش المفروض إن سينا تبقى صحراء. سينا حجمها أكبر من حجم مجموعة دول مجتمع، فدي سينا اللي نعرفها. من 2014 بقى حصل ايه في سينا؟ حصل ما يزيد عن 462 مشروع، مشروعات خدمات ومشروعات طرق ومشروعات بنيه تحتيه ومشروعات حقيقيه تقول لك انه لما بنحتفل بعيد تحرير سينا احنا بنحتفل باستعاده او باعاده احياء سينا اللي كنا بنتمناها بقى لنا سنين طويله. خلونا نسال عن التفاصيل، التفاصيل المشروعات دي يمكن أشطر واحد فينا عارف واحد أو اتنين منهم، لكن إحنا محتاجين نعرف أكتر إيه اللي بيحصل في أرضنا وفي بلدنا. سيادة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ممكن يشاركنا بتفاصيل أكتر. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك بألف خير. مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك، وكل عام وحضراتكم بخير، وتحياتي لأهل سيناء ومدن القناة. تحياتنا لحضرتك، ويمكن إحنا مقصرين اننا نتابع، لكن المشروعات كتير بصراحه، يعني انا اول مره اخد بالي ان هم 462 مشروع، وده رقم كبير يصعب على اي حد فينا انه يبقى عارف تفاصيله، لكن واحنا بقى فعلا بنحتفل احنا عايزين نعرف من حضرتك كان ايه التصور او كان ايه التوجه على مدار السنين اللي فاتت، وايه اهم المشروعات اللي حضرتك شايف انها حققت الاهداف المطلوبه لتعمير حقيقي لسينا. هو حضرتك بس انا احب انوه ان 462 مشروع دول اللي قام بيهم جهاز التعمير التابع لوزاره الاسكان، بخلاف جميع المشروعات اللي بتقوم بيها الوزارات الاخرى. يعني يعني هم اكتر بكتير من الرقم ده، كتير جدا من الرقم ده. لو احنا بنتكلم في تعمير سينا، لا، ده كل وزاره وكل جهه في الدوله لها ملف في تعمير سينا. لو احنا بنتكلم في التعمير فقط، لا، ده احنا كل مناحي الحياه
بتتعمر في سيناء. بمعنى حضرتك تقصد كل وزاره ليها ملف، يعني ملف مثلا تعمير سيناء. وزاره التربيه والتعليم، حضرتك بتبني التعليم. مدرسه، وزاره التربيه والتعليم تشتغل على تطوير وبنيه اساسيه والتعليم العالي والتعليم العالي مع الجامعات وهكذا وهكذا. كل وزاره الري، وزاره الزراعه، كل وزاره لها ملف لتعمير سيناء. طبعا. لكن احنا النهارده بنيجي نتكلم في المشروعات اللي تم تنفيذها على مستوى سيناء، يمكن على مستوى بقى اجهزه الدوله بالكامل، بنتكلم في ما يقرب من 800 مليار جنيه. دول من 2014 وبيصرفوا على تعمير سيناء في كل مناحي الحياه. النهارده لو جينا نقول بقى عايزين ننفذ هذه المشروعات بالتكلفه دي، تقريبا هتوصل للضعف. يمكن كان الدوله سباقه، ويمكن فخامه الرئيس كان مصر بعد تغير الاسعار، وبعد اكيد طبعا، ويمكن فخامه الرئيس اشار لهذا الموضوع ان هو بيحاول بيجري بالمشروعات وسرعه تنفيذها، لان الامور ما بتبقاش مضمونه زي ما احنا شايفين دلوقتي. احنا يمكن في نقطه مهمه عايز اقولها، ان محافظات القناه لها حدودها الاداريه الشرقيه في سيناء. يعني هي سيناء مش محافظه شمال وجنوب سيناء فقط، لا ده في جزء منها في ثلاث محافظات القناه، سويس واسماعيليه وبورسعيد. وبالتالي تم انشاء ثلاث مدن جديده داخل هذه المحافظات في سيناء. يعني عندنا في شرق بورسعيد في مدينه سلام مصر، دي فيها اتنين جامعة حاليا وصلت نسبة تنفيذهم 60%، غير جامعة راس سدر اللي اشتغلت وجامعة شرم الشيخ. عندنا او الجزء اللي هو من شرم الشيخ فيها، عندنا مدينة الإسماعيلية الجديدة، ودي تم الانتهاء منها وفيها كافة الخدمات اللي ممكن المواطن يحتاجها، وفادت كل القرى المتواجدة في نطاقها بخدماتها، سواء بقى صرف صحي ومية وكهرباء وخلاف. عندنا مدينة السويس الجديدة، ودي في المنطقة اللي هي ما بين عيون موسى والنفق، دي تم البدء فيها فعلا، وجاري تنفيذ الطرق والمرافق لتكون مدينة برضو عمرانية جديدة داخل سيناء. يعني احنا بنتكلم في ثلاث مدن داخل سيناء، بخلاف مدينة رفح الجديدة اللي هي حاليا موجودة في. انا مستنية بقى حضرتك تقول لنا رفح الجديدة، لان دي قصة تانية. يعني رفح وهي النقطة اللي كانت أخطر والنقطة الأبعد، إذا كان توصيف مظبوط. ده أكيد فعلا، لأن حضرتك طبعا كانت هذه المنطقة فيها مشاكل أمنية كتير جدا، وكان السكان اللي موجودين فيها كانوا بيعانوا من يعني ويلات التعامل مع الإرهابيين وخلافه طبعا. لأن هذه المنطقة تم يعني تحرق، يعني استرجعها بصورة طيبة، وأهالينا فيها بدأوا يرجعوا لمدينة رفح الجديدة ويرجعوا لقراهم بأسلوب حضاري ومتطور، وبنقدم لهم كافة الخدمات الموجودة. احنا بنوصل جميع المرافق، ويعني مش عايز اقول يمكن على مسؤوليتي، ان ما فيش واحد من اهالينا في سيناء مش واصل له الخدمات اللي بيتطلبها المواطن، سواء من ميه، من صرف صحي، من غذاء. انا شايفاه كمان طاقه شمسيه، طاقه شمسيه وزراعه. جهاز تعمير منفذ 30 مزرعه نموذجيه على مستوى محافظات سيناء، بتقدم كل ما يتطلبه المواطن من خضروات وفواكه وخلافه، واسماك كمان، عاملين فيها مزارع سمكيه، بنحفر بير وبنطلع منه الميه، وبنستخدم الاحواض الموجوده في زراعه السمك داخل هذه الاحواض، ويمكن الصور واضحه جدا. نزرع نخل، صور مبهره الحقيقه. هم اللي بيشتغلوا في هذا المكان بالزبط. هم اللي بيشتغلوا. لا مفهوم طبعا ان المشروعات بالحجم ده يعني تشغيل حقيقي لاهل سيناء، يعني بنحل مشكلات جانبيه كانت بالنسبه لنا مشكلات مزمنه. يعني انا عارفه بخلاف بقى المناطق الصناعية، يعني احنا عندنا المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد دي على حوالي 63 كيلومتر مربع للصناعات الخفيفة والمتوسطة، عندنا أكبر مجمعات لتصنيع الرخام يمكن في الشرق الأوسط، موجودة في منطقة راس سدر وفي منطقة الجفجاف، يعني مصانع عالمية، لأن احنا عندنا طبعا عارفين ان سيناء فيها المحاجر بتاعتها وغنية بالمواد الخام، وبالتالي بنستخرج المواد الخام منها وبنبتدي نوديها للمصانع دي، بدل ما ناخدها وننقلها لأماكن تانية وبعدين نرجع ننقلها، لا ده احنا بنصنعها، وطبعا المواني اللي موجودة داخل سيناء بتسهل عملية التصدير. سيادة اللواء، سؤال أخير، ويمكن طبعا أنا عارفة أن حضرتك رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لكنه سؤال يعني بطبيعة الحال لازم نسأله، كل الانعكاسات دي أمنيا أتت بثمارها ولا لسه نقدر ننتظر؟ يعني الثمار أنا أقول لحضرتك يا فندم، أنا يمكن عشت في سيناء من سنة 84 وكنت واخد فيها،
سينا يمكن الفترة البسيطة اللي فاتت دي هي طبعا نتيجة يعني اللي حدث في 2011، هي دي الفترة اللي يمكن كان فيها مشكلة، إنما سينا آمنة 100%. وحاليا التحرك في أي أنحاء من سينا بلا مشاكل بفضل الله. يمكن عندنا برضو مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، هذا المشروع يمكن سيادة الرئيس أطلقه، منطقة سانت كاترين فيها الوادي المقدس هو اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى عليه وكلم سيدنا موسى. هذه المنطقة يمكن كانت مهمشة لكن بدأنا نشتغل فيها وكان صعب الوصول إليها، بدأنا دلوقتي في أو الدولة بدأت في تنفيذ مطار لوصول السياحة ومن يتطلب الزيارة وطريق حر على للوصول لها بخلاف ما يتم من تطويره بما يتواكب مع البيئة والتراث لهذه المنطقة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.